القصة دي اليوم من الواقع اللي كان يعيشوه، وعمر لم يحكموا على اسم المطار. ونخليكم تسمعوا القصة. أولاه، تركوه يصعد للطائرة؟ مايكي، خذ مكاني. مايكي، ما بك؟ بدل مكانك معي. لماذا؟ أحب الممر. هل تسمعني؟ لا تجلس بجانب هذا الرجل. حسناً، دعيني أمر. حسناً، شكراً. واي گورو جی کا خالصہ، واي گورو جی سب دا بھلا کریا. معذرتن، هيا فلتجلس. هاي محمد، قلت معذرتن. في الحقيقة اسمي بلجيت. اي مساعدة؟ ما الذي تقوله؟ كنت اصلي صلاة ما قبل السفر، اهناك مشكلة؟ اهي نوع من الصلوات الإسلامية؟ لا، انا من السيخ، وإن كانت كذلك أهناك مشكلة؟ هاي، أنت بخير؟ نعم بخير. لا يجب عليه أبداً أن يأكل البذور لأنه يسعل. شكراً، لكن لم أطلب رأيك. مرحباً، تأكدوا من ربط الأحزمة، سوف نقلع بعد قليل. من فضلك تعالي. أهلا، كيف أساعدك؟ نعم، أريد أن أخبرك أنني قلقة من نرجو منك السلامة للجميع. هل هناك مشكلة؟ أتسمعين ما يقول؟ من يفهم كلامه أو خطته؟ يصلي العديد من الركاب قبل الإقلاع، خاصة الجالية الهندية. لا لزوم للقلق يا سيدتي. اشرب بعض الماء. شكرا. هل قمت بتصوير الآن؟ لا. لقد رأيتك، لما تفعلين هذا؟ سأرسل الصورة لزوجي. حسنا، وما هو السبب؟ حقا، لأنه لو حدث لنا أي شيء سيعرف من السبب. السبب في ماذا؟ لست مضطرة لشرح أي شيء. أكل شيء على ما يرام؟ لا مطلقا، أنا لا أشعر بالراحة أبدا في الجلوس بجانبه. هل أستطيع أن أنتقل لمكان آخر؟ للأسف لا يوجد سوى مكان واحد في الخلف. لحظة، أنا سأنتقل. أنت متأكد لست مضطرا لهذا؟ لا بأس. جيد أنه رحل. أرجوك أن تراقبيه، من يعرف ما في حقيبته؟ في الواقع إنه لا يجب الحكم على الناس من الظاهر. أنا أعرف الإرهابية على الفور. أرجو أن تبلغي عن هذا. أشعر بالراحة أنه رحل، ليتهم أخرجوه تماما من الطائرة. مايكي، هل أنت بخير؟ مايكي، هل أنت بخير؟ النجدة، النجدة، ابني يختنق. أهو بخير؟ لا، أحتاج لطبيب سريعا. سأخبر قائد الطائرة. يا حبيبي، ما بك؟ أتريدين ماء؟ لا، لقد شرب بالفعل، يحتاج لطبيب. أيوجد طبيب في الطائرة؟ أستطيع المساعدة. لا أريد، توقف، لا تلمس. ماذا تفعل؟ إن هناك بذورا في حلقه، علي إخراجها. يا إلهي، شكرا جزيلا، شعرت أني أموت. لا شكر على واجب، ابتعد عن البذور تماما. سأفعل. انتظر. شكرا لإنقاذك ابني.
كيف عرفت ماذا تفعل؟ أنا... اسمعي، ظننت أنني إرهابية، لكن الحقيقة أنا طبيب. أسافر إلى لوس أنجلوس لإجراء عمليات جراحية لمرضاي. أنت طبيب؟ لم يكن لدي فكرة. نعم، ولقد كنت أصلي من أجل سلامة الجميع بما فيهم ابنك. سمعت سعالة. حقا؟ كنت تصلي من أجل ابني؟ كان تصرفي مؤسفا جدا حيالك. لا يجب أن أحكم على الناس من الظاهر. في الواقع دائما ما يخطئ الناس في حكمهم علي، وهذا هو حال الدنيا. والآن سعيد بتحسنك. شكرا. مهلا، لا تذهب. أتمانع أن تعود لهنا؟ سأشعر براحة أكثر لوجودك هنا في حالة أن شيئا حدث. في الواقع سننقلك لمقعد في الدرجة الأولى. صدقوني أنا بخير.